أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز عن شكرها لمصر على تسهيل زيارتها إلى معبر رفح، مؤكدة أن المعبر مفتوح من الجانب المصري. وخلال مؤتمر صحفي شددت المقررة الأممية الخاصة على أهمية زيادة كميات المساعدات التي يتم إدخالها للمدنيين في قطاع غزة. أشكر مصر على تسهيل رحلتي بين معبر رفح والقاهرة. المعبر مفتوح من الجانب المصري، لكن إسرائيل هي من تعرقل عمليات الدخول إلى القطاع. كما أشكر الأطباء المصريين الذين قاموا بعلاج عدد من المصابين الفلسطينيين في المستشفيات المصرية. الأوضاع في قطاع غزة مروعة. هناك عدد من الفلسطينيين الذين وصلوا إلى مصر بإصابات خطيرة. الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية طالبت إسرائيل بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع، لكن ذلك لم يحدث. نؤكد أن حياة الفلسطينيين مهمة، وبعد الزيارة إلى رفح نشدد على حاجة المدنيين في غزة للكثير من المساعدات على اختلاف أنواعها. كما أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز أهمية التركيز خلال الفترة الراهنة على حماية المدنيين في قطاع غزة. هذا وأشارت إلى ضرورة منع خطة إخلاء الفلسطينيين من أراضيهم في مدينة رفح الفلسطينية. الأهم خلال الفترة الراهنة هو التركيز على حماية المدنيين الفلسطينيين وليس على عملية السلام. في بداية الحرب حذرنا من خطر استهداف إسرائيل للبنية التحتية في قطاع غزة وسعيها نحو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم. لا مبرر لما يحدث للفلسطينيين، والغرب يعمل على التحضير لإخلاء الفلسطينيين من أراضيهم في رفح الفلسطينية، وهو أمر ينبغي منعه. وإذا كانت هناك خطة للهجوم على رفح الفلسطينية وإخلاء الفلسطينيين، فمن الطبيعي أن ترفض مصر ذلك. Therefore,